أعزائي المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث أسلوب من أساليب اللغة العربية هو أسلوب الاستفهام، ونأخذ منه دلالة أن. اليوم نضع أن تحت المجهر ونستكشف دلالتها ومعناها، فتعالوا معي. أعزائي المشاهدين، نتحدث عن أسلوب الاستفهام ونأخذ دلالة أسماء الاستفهام، ونأخذ حصرا دلالة أن. احنا عندنا أسماء الاستفهام أن 9 أسماء: من للعاقل، وما لغير العاقل، وكم لها 5 معاني، وأي كذلك، وأين للمكان، ومتى للزمن المستقبل والماضي، أيان المستقبل فقط، كيف للحال، وأن لها 3 دلالات أو معاني. اليوم نحصر الأذهان والتفكير حول دلالة أن. أما بقية الأسماء نأخذها في محاضرات إن شاء الله لاحقة. أولا، دلالة أن إلها معنى تدل على الحال، وتدل على المكان يعني أين، وتدل على الزمان يعني متى. نأخذ مثال توضيحي، مثال أعزائي، مثال على أن. أقول أن تبدأ المباراة. ربما إنسان مشغول بالمكان المباراة، كأن يكون ذهنه يدور حول المكان. هذه المباراة أين تبدأ؟ تبدأ في ملعب الشعب في العراق، أو في ملعب سيدني مثلا باستراليا. إذا افتهم أنه أنها تبدأ المباراة على أنها تدل على أين، يعني المكان. الآخر فكره مشغول أو مهتم بالزمان، يعني هذه المباراة وين تقام، في أي زمن، صباحا مساء، افتهمها متى، كذلك صح. الآخر فكره كان مشغول مثلا في الكيفية، يعني تشكيلة المباراة، هل هي من اللاعبين القدامى أم الشباب وإلى آخره، فافتهم أنه كيف. إذن لها 3 معاني: أنها تبدأ المباراة، الأول افتهمها أين اللي هي مكان، الآخر افتهمها زمان اللي هي متى، والآخر افتهمها حال يعني كيف. ولكن أن عندما تأتي يا عزائي، عندما تأتي في السؤال لها معنى واحد فقط، يعني هكذا مثال ما لم هذا المثال ناقص، لازم هنالك توضيح. أقول أن تبدأ المباراة والجو ممطر، هنا لها معنى واحد: أن تبدأ المباراة والجو ممطر. إحنا هنا لازم نضع واحدة من هذه الأدوات ويستقيم المعنى، أقول هي هذه معناها. على سبيل المثال أقول أن أين تبدأ المباراة والجو ممطر، يعني غير مقبولة. أقول متى تبدأ المباراة والجو، أيضا غير مقبولة. إذا أحط كيف بمحل أن، أقول كيف تبدأ المباراة والجو ممطر، إذا يستقيم المعنى. إذا أستنتج من هذه الجملة عندما يسألني ما دلالة أن، أقول تدل على الحال كيف، إذا أكتب تدل على الحال، وضع بين قوسين كيف. هكذا يكون الجواب. عندما يسألني ما دلالة أن، أقول تدل على الحال، لأنها ما يسأل عن سبب، لأنه هذا هو المعنى يستنتج من خلال المتلقي، أنها تبدأ المباراة والجو ممطر. إذا نأخذ مثال آخر، نأخذ الأمثلة هنا، الأمثلة ونعلق عليها واحد يلو الآخر. الأمثلة على سبيل المثال أقول واحد أن، خلي أترك هنا مجال، أقول أن تقرأ والغرفة مظلمة. إذن هنا الدل على الحال، أضع محلها كيف تقرأ والغرفة مظلمة. لم إذا أضع أين تقرأ، المعنى لم يستقيم.
إذا أضع متى أيضا المعنى لم يستقيم. إذن أضع كيف يستقيم، هذا معنى. والاستنتاج الآخر أعزائي الطلبة، هذه الواو عندما تأتي في جملة أن هي الواو الحالية، يعني هاي مبتدأ ومظلمة خبر، والجملة الإسمية في محل نصب حال، أنت عندما تلاحظ هنالك واو في الجملة اللي هي واو الحال، هذا يساعدك على الجواب. يعني هذا من يسألني ما دلالة أن أقول تدل على الحال، يعني كيف. نأخذ مثال آخر، أقول هنا إذن أولا راح نقول أولا أو نكتب باللون المغاير، أولا معناها كيف، هذا أولا يعني الحال. نأخذ مثال آخر، أقول أن تفعل ذلك وقد نهيت عنه. شوف لاحظ أعزائي الطلبة، أن تفعل ذلك، كيف تفعل ذلك وقد نهيت عنه. إذا حط بمحل كيف يستقيم معنى من المعنى ومن هذا الواو اللي هو واو الحال، أستنتج إنه عندما يأتي واو الحال أن غالبا تكون معناها كيف. نأخذ مثال آخر، أقول أن تحيط بدروسك وقد اقترب موعد الامتحان. زين، أن تحيط بدروسك وقد اقترب موعد الامتحان، كيف تحيط بدروسك وقد اقترب موعد الامتحان. إذن عندما يأتي الواو هذا تسمى واو الحال، والجملة أن دلالتها تكون على الحال. نأخذ مثال آخر على الزمان والمكان، وبعدين الآيات القرآنية والأبيات الشعرية. إذن ثانيا تدل على أين، يعني المكان، معناتها أين، تدل على المكان. هنا أنا نقول تدل على الحال بمعنى كيف، إنها معناتها كيف، وهالصورة إنها تدل معناتها كيف. هسه نأخذ المكان. المكان أعزائي دائما أكو يأتي بعدها شبه جملة، مثلا لك، لكم، لها، وهكذا. هذه أشباه الجمل عندما تأتي مباشرة بعد أن تدل على المكان. على سبيل المثال نقول قال تعالى يا مريم أنى لك هذا. شوف لاحظ أن أتى بعدها شبه جملة، لك لكم لها إلى آخره. إذن يا مريم من أين لك هذا، إذن تدل على المكان المكان بمعنى أين. هكذا أجاوب المكان أين، الحال كيف. نأخذ مثال آخر. إذن المثال الثاني، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. هنا إذا أضع أين، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم من أين هذا، إذن أين هنا أيضا تدل على المكان بمعنى أين. يسألني بالسؤال أو يسأل السؤال يقول كالآتي، يقول ما دلالة أن، ما معنى أن تقول تدل على المكان، يعني بين قوسين أين.
ناخذ الحاله الثالثه اللي هي الزمان. ثالثا الزمان يعني متى. ناخذ امثله بسيطه وبعد قليل ناخذ الابيات القرانيه والآيات القرانيه والابيات الشعريه. نقول مثلا زرني أن شئت نلاحظ زرني أن شئت إذا وضع مع حالها كيفك زرني كيف شئت يعني غير معنى غير واضح زرني أين شئت أيضا ما يستقيم ولكن عندما أقول زرني متى شئت إذا المعنى يكون واضح إذا هاي معناتها يعني معناتها الزمان يعني متى. نأخذ مثال آخر مثلا أقول مثلا أن أراك قريرة العين متشحا بالعزم تحطم شوك الخوف والحذر. لاحظ أن أراك قرير العين متشحا بالعزم تحطم شوك الخوف والحذر. أن أراك إحنا بلغتنا الدارجة من نشوف واحد مثلا مقهور أو عنده فد مشكلة أو متردد نقول له متى أراك فرحان. إحنا كلمة الشوكت يعني متى شوكت أشوفك فرحان يعني متى أراك فرحان. أقدر أحط كيف أراك فرحان متى أراك قرير العين. قرير العين يعني قرة العين يعني فرحة العين. أقدر أقول متى أراك فرحانا مثلا هذا يستقيل معنى. يعني إذن أقول أن أراك قرير عيني متشحا متوشح بالعزم تحطم شوك الخوف والحذر. إذن لا يستقيل معنى إلا في كلمة واحدة اللي هي متى. متى أراك قرير العين متى أراك فرحانة أو قرة عينك أو إلى آخره من هالقبيل. الآن نأخذ الأبيات الشعرية والآيات القرآنية بعد الفاصل. إذن نأخذ هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن أنا شوية الاختيار الطالب يكون به صعوبة. هو الاختيار بحد ذاته أعزائي المشاهدين صعب. يعني على سبيل المثال إذا أنا أريد أشتري قميص إذا أشوف عدة أنواع من القمصان وألوان متعددة الاختيار يكون صعب. إذا عندي واحد أو اثنين إذا عندي اثنين الاختيار يكون سهل. إذا واحد اللي يكون الاختيار أسهل وهكذا. يعني شنو؟ يعني بمعنى آخر عندي ثلاث ألوان الاختيار صعب عندي مكان وزمان وحال. إذا سقط واحد يبقى اثنين إذا سقط الآخر يبقى اختياري سهل. إذا حيرت واحد يقال إذا حيرت واحد خيره. يعني شنو؟ هنا عندي مكان وزمان وحال. أول عملية أسقط فيها المكان. المكان أكتب عليه المكان لأنه ما عندنا شبه جملة وراء أن قاتلهم الله أن. هنا إذا أكو شبه جملة تكون المكان ما عندي. بقي الزمان وبقي الحال. إذا سقطنا ثلاثة سقطنا واحد بقى اثنين. هسه نجي نسقط الزمان. لماذا الزمان أعزائي المشاهدين في القرآن قليل جدا. آية واحدة مختلفين عليها العلماء نشرحها في محاضرات سابقة. إذا القرآن هو كله يدل على المكان والحال. إذا يدل مكان وحال مكان وحال. أذني القرآن يدور حول أذني. زين إحنا الزمان قلنا موجود قليل قليل جدا. بقي المكان والحال. المكان ماكو هنا لم يوجد
شبه جملة إذا حال. خلي أجرب. قاتلهم الله أن يؤفكون. الإفك يعني الكذب. أسألت المعنى غير متأتي لك يعني دائما بالمعنى يؤفكون. إذا قاتلهم الله كيف يؤفكون، يعني كيف يكذبون. إذا أقول أين يكذبون غير متلائم ومتجانس المعنى. إذا إحنا حققنا المطلوب. إذا أن هنا دلالتها شنو؟ دلالتها تدل على الحال. نأخذ مثال آخر. اثنين، قال تعالى أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. لاحظوا هذه الآية. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. أولا إذا نحط شلنا الزمان، قلنا زمان قليل بالقرآن، بقي المكان والحال. هكذا أفكر على المعنى. هسه نشتغل على المعنى، المكان والحال. أحط بمحلة كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. الحال هو الصحيح، المكان ماكو هنا، لم يوجد شبه جملة. اثنين، عندي واو الحال هاي موجودة اللي قبل قليل شرحناها. واو الحال عندما تأتي يعني تدل على المكان، وليس إلا تدل على المكان، معنى واحد عندما يأتي الواو. هذا الواو إذا موجود واو الحال تدل على الحال، يعني كيف. إذا هذه الملاحظة غابت عن ذهنك، جرب تقول كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، المعنى استقام. نأخذ آية أخرى. ثلاثة، قال تعالى أن يحيي هذه الله بعد موتها. أن يحيي هذه الله بعد موتها. نلاحظ إحنا أيضا طالما آية قرآنية الزمان دائما استبعد من الآيات القرآنية، لأن قلنا قليل وما موجودة، أغلب الحين يكون هو المكان ويكون الحال، وغالبا يكون الحال أكثر شيء لا بالآية القرآنية الحال. كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ هم في عنجهية وهم في تساؤل، يقولون كيف يحيي هذه الله بعد موتها. السؤال واضح أنه كيف، يعني إذا تحط أين يحيي هذه الله بعد موتها غير مقبول المعنى. فإذا معناتها شنو؟ معناتها كيف. إذا نأخذ بيت شعري آخر ونشوف. لاحظ، عجبت لها أن يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما. يعني ناس الشاعر دي يسأل، الشاعر يسأل عجبت لها، شيء عجيب أن يكون غناء فصيح وهي ما عندها منطق. إذن هنا أن تدل على ماذا؟ تدل على الحال، تدل على الحال. حط ثانيا الملاحظة والمعنى، والثانيا أو الحال موجودة. إذن عجبت لها أن يكون غناء فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما. نأخذ مثال آخر بعد الفاصل. أعزائي، أن يكون لليل حزنك مطلع، منتأن العفو، أن يكون لليل حزنك منتأن، يعني شو وقت ينتهي حزنك. كلمة شو وقت يعني معناتها متى ينتهي حزنك. أقدر أقول كيف ينتهي حزنك، أقدر أقول أين، ممكن، ولكن الزمان أفضل. أقول له من أشوف إنسان مهموم أقول له متى ينتهي حزنك، أقول له كيف أو أين ينتهي حزنك. صح، ربما البعض يتقبل أو يقول إلها معنى من هذا القبيل، ولكن الأفضل والأصح والأجمل أن
أنه يعني متى يكون لليلي حزنك منتهى. هاي أولا استدلت عليها من حطيت محلها وضعت محلها متى استقام المعنى. عندما أحط متى يكون لليلي حزنك منتهى يعني انتهاء. ثانيا أستنتج من كلمة متى، هاي تدل على الزمان وهذا أيضا تدل على الزمان، يعني اثنين معطوفة واحدة. ومتى يكون لليلي سعدك مطلع، وش وقت أنت تنسعد يطلع مطلع الفرح مالك وإلى آخره. البيت الأخير، يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. يا به أنت يوميا تبدل ملابسك، تلبس بدلة وتخلع بدلة أخرى. يا من يبدل كل يوم حلة، أنا رضيت بحلة لا تنزع. أنت تكتفي بدلة واحدة ما تنزعها، أنت يوميا تبدل بدلة. إذن يا من يبدل كل يوم حلة، كيف رضيت بحلة لا تنزع. إذن أستنتج كيف معناتها الحال. إذن من خلال هذه الأمثلة أعزائي المشاهدين نلاحظ كيف بأن المعنى الواسع لها والمتداول والمستعمل هو كيف، ويأتي المرتبة الثانية أين، ومن ثم الزمان. الزمان قليل جدا. الآن أعزائي المشاهدين نحن في انتظار الأذان، انتظار مدفع الإفطار. تقبل الله أعمالكم وصيامكم، ترقبونا في درس آخر. إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.